بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي طلاب الصف الرابع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتمنى من الله دوام الصحة والعافية للجميع. معكم المعلمة بيان أبو يحيى من أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق. في حصة اليوم دعونا نستذكر ما أخذناه سابقا عن قاعدة الجملة الإسمية والجملة الفعلية. نستذكر معا يا رابع أنواع الجمل. تقسم الجمل في العربية إلى قسمين، اذكرهم يا دانيال. أحسنت يا بطل، جملة اسمية وجملة فعلية. نبدأ بالجملة الاسمية. وما هي الجملة الاسمية يا بانا؟ أحسنت رائعة، هي التي تبدأ باسم. إذن ما هي أركان الجملة الإسمية؟ تفضلي يا سارة. أحسنت رائعة، المبتدأ والخبر. وما هو المبتدأ يا راشد؟ بارك الله فيك، هو اسم تبدأ به الجملة، يأتي معرفة ومرفوعا دائما. وما هو الخبر يا نديم؟ بارك الله فيك، يخبرنا عن المبتدأ ولا يكتمل معنى الجملة إلا بوجوده، يأتي نكرة وهو مرفوع دائما. إذن يا رابع، من يعطيني مثالا على الجملة الإسمية؟ تفضل يا نديم. رائع يا بطل، الرسام محترف. أيضا يا أحمد، ممتاز، الحياة جميلة. فلننظر معا إلى الجملة الأولى، اقرأها يا بكر. أحسنت، الحديقة واسعة. جملة اسمية تكونت من، بارك الله فيكم، من المبتدأ والخبر، وكلاهما مرفوع. إذن أعرب كلمة الحديقة يا عمر. أحسنت، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. واسعة يا سلمى، رائعة، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن اقرأ الجملة الثانية يا إلياس. ممتاز، الجو معتدل. هل تستطيع أن تعرب الجو يا إسلام؟ رائع، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، معتدل يا ندى. أحسنت، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ننتقل الآن إلى الجملة الفعلية. ما هي الجملة الفعلية يا إلياس؟ بارك الله فيك، هي التي تبدأ بفعل. والجملة الفعلية تتكون من ركنين أساسيين وهما، أحسنتم يا أبطال، الفعل والفاعل. أما المفعول به ليس ركن أساسي في الجملة الفعلية، لأن هناك أفعال لا تحتاج إلى مفعول به، ستدرسه لاحقا إن شاء الله. نستذكر يا رابع أن الفعل يقسم من حيث الزمن إلى ثلاثة أقسام، اذكرهم يا بكر. أحسنت يا بطل، الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. دعونا نتذكر ما أخذناه سابقا من قاعدة الفعل الماضي. بداية أعطني أمثلة على الفعل الماضي يا سيف. أحسنت يا بطل، كتب، شرب. أمثلة أخرى يا إلياس. بارك الله فيك، نسخ واستمع. تفضل يا آدم. أحسنت يا بطل، نام. إذن يا رابع، من يخبرني معنى الفعل الماضي؟ تفضل يا نور. بارك الله فيك، هو حدث حصل في الزمن الماضي وانتهى. وما هي حركته الإعرابية؟ لاحظ حركة الحرف الأخير، كتب، نسخ، نام، استمع،
شرب، أي أن الفعل الماضي مبني على، أحسنتم يا أبطال، مبني على الفتحة. إذن يا رابع، ماذا نستنتج مما سبق؟ أحسنتم يا أبطال، نستنتج أن الفعل الماضي هو حدث حصل في الزمن الماضي وانتهى. حركته الإعرابية يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء. دعونا يا رابع نتذكر ما أخذناه سابقاً من قاعدة الفعل المضارع. بداية، أعطني أمثلة على الفعل المضارع يا خالد. أحسنت يا بطل، يؤجل ويشرب. أمثلة أخرى يا هبة. رائعة، تشرح وندرس. تفضل يا زيد. أحسنت يا بطل، أحترم. إذن يا رابع، من يخبرني معنى الفعل المضارع؟ تفضلي يا سيرين. أحسنت، رائعة، هو حدث يحصل في الزمن الحاضر ولا زال مستمراً. إذن ما هي حركته الإعرابية؟ لاحظ حركة الحرف الأخير، يؤجل، تشرح، أحترم، ندرس، يشرب، أي أن الفعل المضارع مرفوع. أحسنتم يا أبطال، بالضمة. إذن يا رابع، ماذا نستنتج مما سبق؟ أحسنتم، نستنتج أن الفعل المضارع هو حدث يحصل في الزمن الحاضر ولا زال مستمراً. حركته الإعرابية يرفع بالضمة إذا لم يسبق بناصب أو جازم. فلننتقل إلى فعل الأمر. بداية، أعطني أمثلة على فعل الأمر يا بكر. أحسنت يا بطل، استقم، استقم. أسجد، أسجد. أمثلة أخرى يا ماسة. رائعة، رتب، رتب. سامح، سامح. تفضل يا سلطان. أحسنت يا بطل، احرص، احرص. إذن يا رابع، من يخبرني معنى الفعل الأمر؟ تفضل يا غزل. أحسنت، رائعة، هو ما دل على طلب حدوث الفعل في المستقبل. وما هي حركته الإعرابية؟ لاحظوا حركة الحرف الأخير، استقم، رتب، احرص، سامح، أسجد، أي أن الفعل الأمر مبني على، أحسنتم يا أبطال، على السكون. إذن يا رابع، ماذا نستنتج من خلال الأمثلة السابقة؟ أحسنتم يا أبطال، نستنتج أن فعل الأمر هو ما دل على طلب حدوث الفعل في المستقبل. حركته الإعرابية يبنى على السكون إذا لم يتصل به شيء. إذن من يعطيني مثالاً على الجملة الفعلية؟ تفضل يا دانيال. أحسنت يا بطل، عاد المسافر إلى وطنه. أيضاً يا زاهر. بارك الله فيك، لعب اللاعب بالكرة. فلننظر معاً إلى الجملة الأولى، اقرأها يا سيف. أحسنت، يعيش الأسد في الغابة. جملة فعلية تكونت من، بارك الله فيكم، من فعل وفاعل. إذن أعرب كلمة يعيش يا محمد. رائع يا بطل، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الأسد يا ندى. أحسنت، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. اقرأ الجملة الثانية يا عبد الرحمن. أحسنت يا بطل، نام الطفل على السرير. هل تستطيع أن تعرب نام يا إسلام؟ رائع، فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. الطفل يا سارة. أحسنت، فاعل
مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. انظروا معي إلى الجملة الأولى: يتناول المريض الدواء. ما نوع هذه الجملة يا أبطال؟ أحسنتم، جملة فعلية، لأنها بارك الله فيكم، لأنها بدأت بفعل. هل يمكن أن تتحول الجملة الفعلية إلى جملة اسمية؟ أحسنتم، نعم، يمكننا تحويلها فتصبح كالآتي: المريض يتناول الدواء. إذن ماذا أصبح نوع الجملة يا محمود؟ أحسنت، جملة اسمية. ولماذا؟ بارك الله فيك، لأنها بدأت باسم وهو المريض. ننتقل إلى الجملة التالية: قفز الأرنب بين الأشجار. ما نوع هذه الجملة؟ أحسنتم، جملة فعلية، لأنها بدأت بفعل. هل يمكن أن تتحول الجملة الفعلية إلى جملة اسمية؟ أحسنتم، نعم، يمكننا تحويلها فتصبح كالآتي: الأرنب قفز بين الأشجار. إذن ماذا أصبح نوع الجملة يا حسن؟ أحسنت، جملة اسمية. ولماذا؟ بارك الله فيك، لأنها بدأت باسم وهو الأرنب. لتثبيت هذه القاعدة، انتقل معي إلى صفحة رقم 18 و19 في الكتاب لنقوم بحل التدريب الخاص بالقاعدة. أعد كتابة الجمل على نمط المثال. مثال: وضعت أمي الأزهار في غرفة الجلوس. نلاحظ أنها جملة فعلية بدأت بفعل ماض. نريد أن نحولها إلى جملة اسمية فتصبح كالآتي: أمي وضعت الأزهار في غرفة الجلوس. الفرع ألف: صعد المسافر على الطائرة في الوقت المحدد. نلاحظ أنها جملة فعلية بدأت بفعل ماض. نريد أن نحولها إلى جملة اسمية، كيف تصبح يا جود؟ أحسنت، رائعة، المسافر صعد على الطائرة في الوقت المحدد. الفرع باء: يزور محمد صرح الشهيد في عمان. نلاحظ أنها جملة فعلية بدأت بفعل مضارع. نريد أن نحولها إلى جملة اسمية، وكيف تصبح يا جنى؟ رائعة، محمد يزور صرح الشهيد في عمان. الفرع جيم: شرب أسعد عصير الفاكهة. نلاحظ أنها جملة فعلية بدأت بفعل ماض. نريد أن نحولها إلى جملة اسمية، فكيف تصبح يا غزل؟ بارك الله فيك، أسعد شرب عصير الفاكهة. أما الفرع الأخير: يفرح الإنسان بهطول المطر. نلاحظ أنها جملة فعلية بدأت بفعل مضارع. نريد أن نحولها إلى جملة اسمية، فكيف تصبح يا بسمة؟ أحسنت، الإنسان يفرح بهطول المطر. إلى هنا تنتهي حصتنا، نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء أحبتي.